بالسوق القديم عانينا كثير من المشاكل. هذا شارع عام، أشياء الدولة لشيء مش إنه يتأجر سوق خضرة. يعني حملونا بالأكتاف غصب وشلونا إسعفونا، بس للأسف الله يرحمها ماتت هي والجنينة اللي ببطنها. مشاكل في جذوع النساء. الشارع ضيق وبنفس الوقت الميكروفونات كل واحد في جهه. كان معنا طرفين، الطرف اللي هم يشتشوا وقار السوق. اصحابي اقول لك لنا 40 سنه هنا نتوقع. هذا مضطرب. يعني ما كنت مستوعب انه عندهم افكار لبناء مجتمع كامل مش لبناء سوق.